صافي يا سعاد جم اهو. خير يا صافي؟ اللي جابك هنا يا سعاد؟ عاوزين نبقى معاكم. معانا مين؟ انتوا والرجال. انا عارفه كل حاجه يا مختار، وصافي حمستني عشان نيجي ونبقى معاكم. طار اختي انا اللي هاخده بايدي. بقول لكم ايه، اتكلوا على الله، مش ناقصه وش. احنا مش اقل من اي حد فيكم، واذا كان على لبس النسوان ادي لبس النسوان اهو. اهو. الله 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 الله. وادي الطاقيه اهي. ارجل من اي حد فيكم. يا حلاوه يا ولاد، لا رجاله بصحيح. قولي لي يا صافيه، تفتكري حمد هيوافق على اللي انت عاملاه دي؟ حمد ملوش صالح بيا. طب بلاش انت. قولي لي يا سعاد، ابوك هيسيبك مطلوقه كده؟ انا مش هقول حاجه لابويا. بس انا هقول له. بقول لك ايه يا مختار؟ انا رايت سيبهم معانا هينفعونا. الايام الجاية محتاجين كل الناس تساعد. انا عاوز اروح لحمد يا ناجي. ماشي يا صافيه. تعالى اوديكي. طب وسعاد؟ انا هروح. طيب يلا. يا اخي البت سعاد صعبان عليا قوي من ساعة زهرة ما راحت. عارف، وعارف اجواك من ناحيتي. اطلعها مختار. لا اقول ايه؟ اني ما ينفعش اقول. احنا فيه ولا فيه؟ ولا اقول قال. عارف يا واد يا مرقص؟ اني طول عمري نفسي اقول انه هي عيلة صغيرة بتلعب بالضفاير قدام عيني. وانا نفسي اقول انت شايفها بتكبر قدامي زي البدر المنور، بس ما قدرتش اقول. بس لما الغمه تنزاح هاخد حامد ونروح نخطبها. ايوه، وانت هتيجي معايا وناجي وسالم. ما انا ماليش غيركم. مين دي؟ الشيخ سليم ما كانش ابوكي لوحدك. لا يا حامد، ترى ابويا لازم اخده بيدي. يدي ويدك واحده يا صافي، وهاش في غليلك وقريب قوي. انا حلفت برحمه صابر، راس بلوه قصاد راس الشيخ، ومش اقل من راس بلوه. دي هيبقى مهر يا حامد. ازاي بس يا صافي؟ ازاي استغل موت الشيخ واتجوزك وهو كان رافض؟ تستغل ايه؟ احنا قدر بعض ومصممين على بعض. لا انت اتجوزت ولا انا اتجوزت. الناس هتقول ايه؟ اول ما الراجل راح استفر ببنته واتجوزها هيقولوا بنته رايداك، والناس كلها عارفه كده. بس رغبه الشيخ كانت عكس كده، وانا مستحيل اخالف امره حي او ميت. ولا اني. انت ليه بتتكلم كاني مش مقدره ابويا ولا محترمه كلمته؟ لو كنت سمعت هو قال عليك ايه في السجن اخر نوبه كنت هتعرف هو شايفك ازاي، وعارف ان مفيش حد ممكن يصوني غيرك. لولاش بس هو الموت اللي سبق كلمته كان قال انتي لحامد وحامد ليكي. انا همشي دلوقت بس راجعالك. لعلمك اني سعاد انضمنا للمقاومه، احنا مش اقل منكو. ومن هنا ورايح رجلي على رجلك. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.